فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم المرور بين يدي المصلي؟ المرور بين يدي المصلي إذا كان مأموما فلا بأس، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، هذه واحدة. الثانية: إذا كان في محل زحام ولا له طريق إلا المرور، مثل ما هو في الحرام، مثل ما ولو كان المصلي يصلي بدون إمام، يصلي لنفسه، إذا اضطر إلى المرور من أمامه يضطر، لأن محلات الزحام يسمح فيها، توقف الناس لمن تتسلم تقاتلون وتذابحون الناس في الزحام. نعم، فهذه ضرورات ما ينظر فيها إلى، نعم، لأن نشوف ناس في الحرم يدفعون اللي يمر، بعضهم يطيح ليدفعه، هذا من الجهل، خلى الناس يمرون، هذا زحام وهذا، نعم، حتى المرأة تمر أمام الرجل ولا تضره، لأن هذا زحام مستثنى. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.